سلامة ومرحبا بكم. اليوم باش نعملو تارت بالتفاح بنينة ما عندكم شي فكرة. باش نبدأ بالبات سابلي، نستحقو 125 غرام زبدة تكون طرية، 75 غرام سكر، ورشيشة ملح صغيرة. وباش نخدموها مليح كيما تراو، باش نضيفو على الخليط هذاك بيضة ونزيدو نحركوه مليح لين نتحصلو على خليط متجانس كما تشوفو فيه. بعد باش نزيدو الفارينة، وبالطبيعة الباتسا بلي هذيا نجمو نخدمو بها اي تارت حلوة، تارت شوكولا، تارت فريز، ناجحة وبنينة برشا. ان شاء الله تعجبكم الوصفة، وان شاء الله يا رب تجربوها. كما تشوفوا هنا لمينا تلمت العجينه، باش نخليوها شويه ترتاح كي تسويعه، ونحضروا البات كرومبل. سهله زاده، باش ناخذوا شويه لوز مبشور. هنا استعملت لوز بقشور، وتنجم تستعملوا حتى لوز ابيض. باش نزيدوا عليه 75 غرام زبده، 60 غرام سكر ومغرفة صغيرة قرفة، و 70 غرام فرينة. وبالطبيعة ما ننساوش كرشيشة ملح، تعطينا كالقوة سكري سالي بنين برشا. باش نخلطوا المكونات الكل، نتحصلوا على عجينه رمليه كما تشوفوا فيها. دي باش نسحقوها في التزيين. سيي كملنا، جست ناخذوا 4 كعبات تفاح ونقشروها، قصوا مكعبات صغار. والبات سابلي بعد سويعه خذيت حطيتها في المول، هنا قطرها 26 سنتي، ورشوا فوقها البات كرامبل. وبالطبيعة ما ننساوش باش نسخنوا الفور، حكيت 170 درجة. والتارت طابت لي حكيت سبعة غير ربع تقريبا. نتمنى نكون ما طولتش عليكم، ان شاء الله الوصفة هذه تجربوها وتعجبكم. صرتو تارت بنينة على الاخر ونافعة خاطرها بالتفاح. ان شاء الله يا ربي ديما تكونوا بخير ونعمة، والى اللقاء في وصفات اخرى ان شاء الله.